يا ابو احمد، شو عندك ولاد؟ اسم الله. 15 ولد، 10 شباب وخمس بنات. يا صلاة النبي، 15 ولد؟ كانوا 13. تجوزت من شي 5 سنين تالت مرة، جبت صبي وبنت بعدهم طفيلة. ما شاء الله، يتربوا بعزك. ما في أجمل من العيلة الكبيرة طبعا، إذا واحد متمكن وقادر. يعني مش كل هالقد، أنا بس يصير الولد عمره 20 سنة بعطيه 50 مليون ليرة وبفلته بالحياة، يكسر راسه. يا لطيف، يعني مش هيني 50 مليون ليرة. طبعا مش كلمة بتتم. البنات مريحيني من هالناحية، البنت عندي ما بيطلع لها شيء.